باختصار شديد لأنه هو بيحب الاختصار وكي لا نطيل، هو فيلسوف الكاميرا، هو ساحر في السينما، هو أكتر واحد بيعرف يقول كل حاجة بأقل كلمات موجودة في السيناريو مكتوبة. الصورة والمعنى هي أكتر حاجة دخلت جوه البني آدم في مجموعة أفلامه اللي عرضت ونجحت وحازت على جوائز. إنه فيلسوف السينما داود عبد السيد. مساء الخير. أنا ما أعتقدش أنها مجرد صدفة السي بي سي ابتدت من 5 سنين مع تقريباً مع ثورة يناير اللي ابتدت برضو من 5 سنين ولا زالت مستمرة. وما كانتش السي بي سي لوحدها. الواحد مش هينسى ابدا الليالي اللي مرت علينا واحنا فاتحين التلفزيون وبنتنقل بالريموت ما بين الاون تي في والسي بي سي ويمكن غيرها من القنوات، بنتابع برامج مهمه في السنه بتاعت حكم الإخوان المسلمين. كنت بقول لميس إن أنا كنت مسمي البرنامج بتاعها هنا العاصفة. ثورة يناير اللي هي فتحت المجال سواء الإعلامي أو غيره، جزء كبير بعض المكرمين هنا ادوا عطائهم نتيجة ثورة يناير. السيدة العظيمة هبة السويدي، الدكتور محمد الجرحي وغيرهم كثيرين. ثورة يناير عمل تغيير كبير قوي، وفي نفس الوقت المصريين قدموا تضحيات كبيرة قوي. لغاية دلوقتي احنا لازلنا منتظرين ان تتحقق الكرامة الانسانية للمصريين. وان يتحقق ديمقراطية حقيقية مش ديمقراطية مزيفة. وان يتحقق حرية رأي وإبداع واعتقاد للشعب المصري بحيث أنه يصبح من الشعوب المتقدمة والشعوب المحترمة على كل المستويات. نتمنى أن ده يحصل. إحنا لغاية دلوقتي ما شفناش جزء من أحلامنا اللي طلعت في صرخة وثورة يناير. نتمنى، أنا شخصياً بتمنى إن إحنا نبتدي نشوف ده، وأتمنى إن ما يتأخرش حلمنا أكتر مما هو متأخر. شكراً.